أنا يعني من ضمن الحاجات اللي شايفة إنه المحافظ يعني أجرم فيها وجريمته مستمرة، إنه النهاردة لما يخرج بعض يعني كما نشر والله أعلم الجماعة الإسلامية، هذا نشر في المصري النهاردة تحديدا، الجماعة الإسلامية في أسوان تهدد بالتصعيد في حالة إقالة المحافظ، ما لك والمحافظ؟ ما لك أنت والمحافظ؟ ما دخلك بالمحافظ؟ المحافظ هذا مسؤول سياسيا، إذا لم مش يكن مش رمز ديني على الإطلاق، مش رمز ديني بالعكس، ده رمز يعني ده رمز يقسم البلد ورمز سيء، وهو يعني المحافظ الوحيد الباقي منذ من أيام مبارك، هو المحافظ الوحيد اللي موجود، وهو شخص يعني الجميع يجمع على فشله على الأقل، وأنا بقول على الأقل أنه فاشل. فما لك أنت إلا إذا كان في إيدين بقى بتشتغل، يعني في إيدين عمالة تشتغل وبتهيج هؤلاء، إذا هنصعد إذا تم إقالة المحافظ، ما لك والمحافظ؟ المحافظ فاشل. أنا قلت الكلام ده وقلته لوزير التنمية المحلية وإحنا قاعدين، وأنا اللي قلته. هنفترض أنه الكنيسة مخطئة وأنه لا يوجد ترخيص وأن الترخيص مزور وأنهم تجاوزوا في البناء، ده كلام كله، من المسؤول عن إزالة البناء المخالف؟ هل عامة الناس؟ وإذا كان عامة الناس هيخرجوا عشان ينفذوا القانون بيدهم، يبقى أنت تعترف أنك غير صالح لأنك دي مسؤوليتك أنت، وتعترف أنك من حكومة غير صالحة لتطبيق القانون، وتعترف بأنك تجرئ عامة الناس على أخذ حقوقهم بيدهم إذا كان لهم حقوق، أساسا ما لهمش حقوق في ده حق الدولة، وهنا هناك مخالفة للقانون.